ولا اي حاجه. تمام. طب بص، خليني اقول لك على، يعني طبعا احنا بنقول في البدايه ان العامل الوراثي، او بنقول يعد العامل الوراثي من اهم الاسباب اللي بتصيب الانسان بالسمنه. لازم نبقى ديت حته لازم ناخد بالنا منها قوي، والناتج عن وجود تاريخ، والناتج عن وجود تاريخ عائلي لمرض السمنه تبعا لانتقال الجينات مثلا من الاب للاسره بشكل عام، او من الام مثلا. فهذه النقطة هذه النقطة نقدر نقول ان دي من احد الاسباب الرئيسية. عشان كده انا سألت في البداية مثلا، وليكن هل في حد مثلا في البيت مثلا بيعاني من السمنة او كده. تاني حاجة، تاني سبب برضو من الاسباب، مش عايزين نقلل منه، من اسباب السمنة نقدر نقول ان تناول الاطعمة المصنعة والسكريات والنشويات والوجبات السريعة والحاجات اللي من الشارع والأكل بتاع الشارع، وكنتيجة إن أنا شغال طول اليوم فبنطلب أكل من بره، أو أنا ماشي طول اليوم في الشارع فتلقائيا بجيب من العربيات اللي حواليا أو من هذا الكلام. فنقدر نقول إن كثرة تناول الأطعمة المصنعة والسكرية والنشويات أيضا من أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسمنة. النقطة الثالثة، عدم ممارسة الرياضة، إن أنا طبيعة شغلي مش بتحرك، أو أنا أصلا طبيعتي ما بتحركش، فلا بد إن إحنا برضو نحط في الحسبان بتاعنا عدم ممارسة الرياضة، لأن إحنا لو ما بنمارسش الرياضة بشكل يعني يومي، أو على الأقل مرتين أو 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات في الأسبوع، فتلقائيا إن الطاقة اللي بناخدها من تناول الطعام أكتر من الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة. يعني الاكل اللي بناكله او الطاقه اللي بناخدها من خلال الاكل بتاعنا اكتر من الطاقه اللي بتخرج عن طريق الحركه والنشاط، فده برضو من احد الاسباب للسمنه، ان انا الاكل يكون اكتر من الحركه بتاعتنا. فبرضو عدم ممارسه الرياضه نقدر نقول عليها من احد اسباب السمنه. نقدر نقول تناول بعض الادويه لفتره معينه من الوقت. فانا لو انت مثلا قلت لي والله يا دكتور انا كنت باخد مثلا ادويه معينه، ممكن احد الادويه تكون سبب برضو في السمنه، هل تناولت مثلا فترات معينه ادويه؟ ايه الادويه اللي بتاخدها؟ باخد كنت انا عندي في رجليا، عندي رجل اكبر من رجل، فده بس مش على طول، لما بيخلص خلاص. ايه الدواء اللي بتاخده يعني؟ الاوعيه دوميه دوميه. ايه ماشي، بتاخد ادويه ايه مثلا؟ الدافلون. الدافلون واحده الصبح العادي. واحده بالليل. بتاخد الدافلون العادي. بس انا طبيعه شغلي بتحرك، ما بقعدش في البيت، يعني بنزل الصبح الساعه 11 12 كده، برجع بالليل في حركه طول النهار، بس لما برجع بالليل باكل وانا. فبرضو تقدر تقول برضو ان دي حاجه، يعني انت عارف ان هي احد اسباب السمنه، فطبعا الموضوع بيزيد معانا. إيه طب بس بص، انا جاي تعبان كده. طب انا إيه، هو بص عايز اقول لك حاجه، بالنسبة لحبوب الدافلون، هي بس اللي بتاخدها ولا في حاجة تانية بتاخدها؟ لا هي بس. إيه، بتاخد تركيز 500. لا. إيه تمام. طب خلينا نكمل بسرعة قبل البتاع يفصل. أيوه قبل ما يفصل، عشان أنا هديك شوية نصايح مهمة كده تساعدك إن أنت تخس إن شاء الله، وتخس على ده وتدعي لي دعوة كويسة بعد ما تخس إن شاء الله. يا رب. ان شاء الله تعالى. طب نعمل لك فولو الاول. الله يحفظك، خلينا نعمل لك برضو عشان لو حصل اي حاجه نبقى احنا نقدر. بص خلينا اقول لك على شويه نصايح اساسيه لو احنا عايزين نخس. هقول لك، بنقولها لكل الناس، الحمد لله رب العالمين احنا صحيا بخير، وطبعا هناك تحاليل المفروض نعملها قبل مثلا، وليكن قبل ما نقدم على هذه الامر، بس انا مش عايز برضو اقول لك على موضوع التحاليل دي، خلينا اقول لك على شويه نصايح اساسيه في البدايه. يعني مثلا لو نقص فيتامين د في الجسم ممكن يسبب لنا سمنه، نقص فيتامين ب12 ممكن يسبب لنا سمنه، نقص مثلا الانيميا سبب في السمنه ايضا. نقدر نقول ان من مرض السكري برضو احد اسباب السمنه. نقدر نقول ان 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 كل هذه الاشياء مثلا، وليكن في البدايه ما احنا ممكن نعمل تحليل في البدايه نتاكد ان مثلا المستويات الطبيعيه للفيتامين د، نتاكد من المستويات الطبيعيه للفيتامين بي 12، نتاكد من المستويات الطبيعيه، نتاكد من هل عندنا انيميا ولا مش عندنا انيميا، عندنا مشاكل في الغده الدرقيه، في الغده الدرقيه برضو سبب في السمنه عندنا، كل هذه الاشياء. لكن خلاص احنا الحمد لله رب العالمين طلعنا صحيا بخير، عملنا تحاليل من قبل وطلع ما عندناش اي حاجه، فقط احنا بناخد ادويه. يعني
ما بناخدش حتى ادويه لها علاقه بالسمنه عشان الامور تبقى واضحه. يعني ما عندناش مثلا ادويه بتسبب عندنا تسبب زياده في الوزن عندنا، او نقدر نقول ان الدافلون مثلا، الدافلون دواء الدافلون يعني لا توجد اي دراسات وابحاث بتدي جواب اذا كانت سبب للسمنه وزياده الوزن او لا، مفيش دراسات كافيه في هذا الامر، او اصلا مفيش دراسات في هذا الامر عشان اقدر اقول لك مثلا ان ده بيسبب او بيسببش. فهو ما بيسببش، لو كان بيسبب كان مثلا ظهرت دراسات او اشياء من هذا القبيل. نخش، خلينا نخش في المفيد في دقيقتين. انا هحاول في انا دلوقتي في تحدي معايا في دقيقتين و45 ثانيه اقول لك على سر علاج السمنه اللي انت لو بالفعل التزمت بيه هتنزل في الوزن وهتدعي لي دعوه طيبه.